بس خلينا قبل ما ارحب بالكابتن ناصر اقول تشكيل النادي الاهلي النهارده. تشكيل النادي الاهلي النهارده: مصطفى شوبير لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، الوافد الجديد عمر كمال ظهير ايسر بالتوفيق ان شاء الله، وقلبي الدفاع هيبقى رامي ربيعه محمد عبد المنعم. نص الملعب قدامهم فيه اثنين: كريم نيدفيد وامام عاشور، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، كريم فؤاد، رضا سليم، ووسام أبو علي.